السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوف ازاي نكتب الاسمبلي كود او ندخله في قلب الرابط. والاسمبلي كود ده مجرد طريقة للتنظيم، يعني عندي عناصر كتيرة جدا، فعشان ما انساش حاجة وعشان اول ما اشوف الرقم نفسه ابقى عارف ده بتاع ايه، بدل ما اكتب الكلام كله. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا على حيطة وتدخل ايديت تايب او اي عنصر تاني، تمام، وتيجي هنا هتلاقي الاسمبلي كود، وتدوس هنا هتلاقي ان الاسمبلي كود تبدأ بقى تختار العنصر ده نوع ايه، يعني هل ده مثلا من حالة حملة، تختار كده اهو، تمام. فأول ما تشوفها تعرف الحيطة دي نوعها ايه وتقول اوكي، هتلاقي الرقم هنا اتكتب والديسكريبشن اللي اتكتب. وممكن تعمل تاج للأسمبلي كود أو للديسكريبشن يسهل عليك الموضوع. طيب لو أنا عايز أشتغل بكود آخر، لأن أنا عندي في بريطانيا شغالين باليوني بلس، ده فقط بس اختلاف في طريقة الترتيب أو في طريقة العمل. الأمريكا شغالة بالأومني كلاس، شغالة بالماستر فورمات، شغالة باليوني فورمات. طيب أعمل إيه؟ أجي هنا من مانش ومن الأديشن سيتنج، هتلاقي عندك الأسمبلي كود ده الملف، هو عبارة عن ملف وورد أو ملف تكست بيبقى فيه كل عنصر والرقم بتاعه، كل عنصر والرقم بتاعه. تقدر تقول له براوس وتفتح الملف ده على أي ملف وورد، اه تقدر تختار اي واحد منهم. طيب لو قلت له اوبن او ايه بيقول لي الترتيب، هو لو سب ستراكشر هياخد ايه، لو فاونديشن هيبقى ايه 10، طب لو جزء من الفاونديشن اللي هو ستاندرد فاونديشن هياخد ايه 10 10، طب لو فوتنج هيبقى ايه 10 10 10 100، الستريب فوتنج هياخد 0 10 101 10 وهكذا يعني. فده بتبقى طريقة للتنظيم، بحيث أول ما ألاقي حرف البي أعرف إن ده شيل، أعرف البي 10 تبقى سوبر ستراكشر، بيسهل عليا الشغل.